أيام تفصلنا عن المؤتمر الاقتصادي، وده مؤتمر الحقيقة بالغ الأهمية، عشان بننظر إليه وننتظر منه ومن خلاله حديث قوي وحوارات قوية ينتج عنها توصيات وقرارات تساعد في تيسير كل الأمور في مجال الاستثمار. ولتوسيع قاعدة المشاركة فنحن بصدد موقع إلكتروني وتطبيق على الهواتف الذكية، هيطلقوا بداية من بكرة وفقا لما أشار إليه النهاردة في مؤتمر صحفي دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عشان من خلالهم يتم تلقي المقترحات والآراء لكل من يرغب في إبداء الرأي أو تقديم المقترحات والمشاركة في المؤتمر الاقتصادي. كمان تم الإعلان عن الأجندة المبدئية لفعاليات المؤتمر اللي هيكون على مدار 3 أيام. والدكتور مدبولي قال إنه تم التوافق على إنه يتم إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي في اليوم الثالث، اللي هيكون معاه كمان في اليوم الثالث أو خلينا نبدأ بقى باليوم الأول، إنه في اليوم الأول هيكون في مناقشة للاقتصاد الكلي، ثم اليوم الثاني هيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة عشان يتم التوافق عليها وإصدارها، والحديث عن تمكين القطاع الخاص ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص. أما اليوم الثالث اللي هيشمل قطاعي التعليم والصحة، هيشمل أيضا محور تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي. إن شاء الله مزمع أن يعقد هذا المؤتمر في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري. وتم الحديث أيضا والإشارة إلى أن المؤتمر هيشمل الإعلان عن حوافز لقطاع الصناعة والتصدير، وأيضا تم الإشارة إلى أنه هيتم دعوة 21 جهة بتتضمن رؤساء جامعات ورؤساء أحزاب ومؤسسات الدولة المختلفة غير رجال الأعمال والخبراء وما إلى ذلك، ومقدر أنه عدد المشاركين هيكون في حدود من 400 إلى 500 مشارك. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. دكتورة جيهان، مساء الخير، برحب بحضرتك معنا يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني يمكن احنا اتكلمنا عن الأجندة المبدئية، وأنا متأكد أن حضراتكم تلقيتوا اقتراحات كثيرة على مدار الأيام الماضية والجلسات اللي حارس عليها دكتور مدبولي مع عدد من رجال الأعمال. عايزين ننظر إلى هذا المؤتمر وإيه الأهداف المنتظر أن احنا نخرج بيها من هذا المؤتمر. حضرتك يمكن والسادة المشاهدين تابعنا الشهر اللي فات سيادة رئيس الجمهورية في افتتاح القرية الأولمبية في قناة السويس، وجه الحكومة أو كلف الحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري. والحقيقة كان الهدف من المؤتمر أو الطلب من المؤتمر ده إن احنا نشرح بصورة مبسطة لجميع الفئات في مصر الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، وناخد بالرؤى المختلفة ويكون معانا رؤى مختلفة في هذا المؤتمر علشان نصيغ خارطة الطريق للاقتصاد المصري في المرحلة القادمة. فبصورة مبسطة جدا احنا بننظر للاقتصاد دلوقتي هو وضعه وشكله ايه، وبنشرح الاقتصاد وضعه وشكله ايه في الوقت الحالي، وبعدين بننظر لمستقبل الاقتصاد ونضع خارطة الطريق علشان نروح من الوضع الحالي للوضع اللي بنعمله او الوضع اللي بنطمح اليه. فالهدف من المؤتمر ان احنا نصل الى خارطة الطريق في المرحلة القادمة للاقتصاد تزيد من مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري. نعم، طيب حضراتكم على دراية ان في عدد من التحديات اللي ممكن تكون موجودة في الوقت الراهن، واللي بطبيعة الحال هيتم الحديث عنها وتطرق ليها رجال الأعمال سواء مستوردين أو رجال صناعة، وبيتكلموا في مشاكل في إفراجات جمركية وما إلى ذلك. هل إحنا بصدد أنه نناقش الحلول المقترحة في الوقت الراهن لتيسير الأمور عشان قطاع الصناعة يبقى شغال، وفي نفس الوقت نبقى بننظر لموضوع العملة وما إلى ذلك؟ يعني إيه الهدف من أو فضلي احنا زي ما حضرتك كنت بتستعرض يمكن انه الجلسات بتاعه المؤتمر هتبقى على مدار 3 أيام. اليوم الاول بنناقش فيه السياسات الاقتصاديه الكليه، وبالتالي هنفتتح اليوم الاول بدوله رئيس الوزراء بيعمل عرض عن الاقتصاد المصري، وبنتكلم عن المحددات وازاي الاقتصاد المصري خلال فترات متزامنه كان عنده القدره انه يكون فيه مرونه وللموائمه مع الازمات المختلفه.
بعد كده عندنا الجلسات بتاعة الاقتصاد الكلي، فهيبقى في عندنا جلسه بترأسها السيده وزيره التخطيط، هتتكلم فيها عن مؤشرات الاقتصاد والسياسات الكليه. طبعا الجلسه دي هي بترأسها سيده وزيره التخطيط ومعاها خبراء موجودين في نفس الجلسه، بيتم المحاوره والتشاور معاهم وبيفتح الفلور للناس اللي موجودين علشان يقولوا رأيهم في هذه المؤشرات الكليه. بعد كده بيكون في نفس اليوم الاول اللي هو في السياسات الكليه بيكون في جلسه عن السياسه الماليه، فبيكون السيد وزير الماليه هو اللي بيترأس الجلسه، وايضا بنبتدي نتكلم عن الوضع الحالي في السياسه الماليه، بنتكلم عن الدين، بنتكلم عن الفجوه التمويليه، بنتكلم على الموازنه بتاعه الدوله وبيشرحها السيد وزير الماليه، وايضا برضو بناخد الاراء والرؤى المختلفه. اليوم الاول بيختتم بان احنا بنتكلم عن السياسه النقديه، وبيترأس الجلسه السيد محافظ البنك المركزي، فبنتكلم على السياسه النقديه والتحديات اللي بتواجه السياسه النقديه، الفجوه التمويليه، وكل ما هو بيدور في الاقتصاد المصري في الوقت الحالي من الناحيه النقديه. ده بالنسبه لليوم الاول. اليوم الثاني، طب معلش يعني ممكن هستوقف حضرتك في النقطه دي عشان على ما نوصل لليوم الثالث هنبقى يعني خلصنا نص الحلقه، بس يعني افهم من كده انه الاستراتيجيه بتاعه المؤتمر في ايامها الثلاثه ان احنا هنتكلم الوضع دلوقتي، التحديات اللي موجوده، ونفتح المجال عشان نسمع بقى من الحضور ايه مقترحاتهم. بالظبط كده، كويس احنا جدا. محتاجين نسمع من الحضور المقترحات ونشرح التحديات، لانه قد يجوز التحديات ما تكونش واضحه بصوره كافيه، فلازم نتكلم فيها بمنتهى الوضوح والصراحة والشفافية والبساطة عشان يتم شرحها للحضور اللي هم أطياف مختلفة، سواء كنا بنتكلم على أخصائيين في الاقتصاد، أساتذة جامعة، رؤساء جامعات، عمداء كليات، رجال الأعمال، اتحادات الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، من الشباب، مشروعات صغيرة ومتوسطة، من جميع الأطياف موجودين عندنا في هذا المؤتمر علشان يكون في تشاور ومشاركة. كويس. في اليوم الثاني هيتم أو هيتضمن الإعلان عن وثيقة ملكية أو سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها، هل هيعلن تفاصيلها ونتلقى أيضا المقترحات عشان نوصل لأفضل صيغة؟ خليني أقول لحضرتك، هو الوثيقة بتاعت ملكية الدولة طبعا هو السيد رئيس الوزراء أطلقها في شهر مايو، نعم، واتفتحت للحوار المجتمعي، بقالنا دلوقتي تقريبا 4 شهور. اتعمل تقريبا 40 جلسة عمل، ورشة عمل متخصصة لقطاعات مختلفة، شارك فيها تقريبا 1000 شخص من جميع الأطياف، أيضا لو بنتكلم على رجال الصناعة، رجال الأعمال، متخصصين من الشباب في كل القطاعات، في التعليم، في الزراعة، في جميع القطاعات. وبالتالي في عندنا تحديث للمسودة الأولى، احنا كان في مسودة أولى طرحت في شهر 5، وبعد كده عملنا هذه الجلسات، فحصل عندنا تحديث لهذه المسودة بعد ما أخذنا المخرجات بتاعة جلسات العمل. كويس. وبيتعمل دلوقتي التحديث ده علشان تظهر في صورتها النهائية. في الجلسة بتاعة تمكين القطاع الخاص أو التحدث عن، هي الجلسة بتاعة تاني يوم هي تمكين القطاع الخاص أو التيم القطاع الخاص، تمكين القطاع الخاص. لكن في جلسة من الجلسات بتاعة تمكين القطاع الخاص بتتكلم على الوثيقة. بتتكلم على الوثيقة، إن احنا بنتكلم عن الجلسات ومخرجات الجلسات والتحديث اللي بيتعمل لهذه الجلسات. هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا مرتبطة بالوثيقة، ألا وهي الحياد التنافسي، ونعرف دور جهاز حماية المنافسة والحياد التنافسي بيعني إيه، وأهميته للقطاع الخاص وأهميته في الوثيقة. وبالتالي الجلسة بتاعة الوثيقة دي هتستعرض التحديث اللي حصل في الوثيقة. كويس جدا. بنهاية المؤتمر يتم إطلاق الوثيقة. بس بعد ما هيتم المناقشة التوافق عليه اليوم الثاني. سؤالي الأخير بالنسبة للموقع الإلكتروني والتطبيق اللي هيتم إطلاقهم من الغد، هل بالفعل حضراتكم هتتلقوا كل المقترحات والآراء اللي هتتقدم من خلالهم؟ ده بالتأكيد. هو الحقيقة احنا من بداية ما أعلننا عن إنه في مؤتمر ابتدينا نتابع على وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا التوقعات من الفئات المختلفة للمؤتمر ده، أو ما يرجوه الناس من المؤتمر، أو نفسهم يشوفوا إيه من المؤتمر، أو المؤتمر يخرج بإيه، وعلى أساسه بلورنا المحاور اللي كنا بنتكلم فيها. وبعدين علشان خاطر المفروض إن احنا بنستهدف إن الحضور شخصيا تقريبا حوالي 500 فرد، مش هنقدر نزود أكتر من كده، فبالتالي عايزين يكون في مشاركة. وبما إنه الشباب دايما يعني بيحبوا انه يبقى رايهم مسموع، وانه ده يكون من خلال الشبكات التواصل، او يكون من خلال انه يكون في ويب سايت او يكون في ابلكيشن، علشان كده اطلقنا موقع وهيكون في ابلكيشن نتلقى عليه الرؤى، ونتلقى عليه المقترحات، ونتلقى عليه
كل ما يعني يدور في بال اي حد مهتم بالشان الاقتصادي وحابب انه يوصل صوته علشان يتم تضمينه في المؤتمر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق لحضراتكم ولكل الحاضرين، انه النقاشات تكون ثريه جدا ويعني تخلينا نخرج بالمستهدف من هذا المؤتمر باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره جيهان صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه.